أولا عن طريق الإنسان اللي الإنسان كيهجن فيه، إما الإنسان كيجيب إكسبري جوج دكار أونتوا وكيزوجهم، أولا كينكان عن طريق لابوراتوار أولا المختبر، يعني كياخذوا الحيوانات المنوية ديال واحد الدكار وكيعطيوهم لواحد الأنثى باش يهجنوا واحد الكلب. هذاك لوشيو، هذاك الفرخ اللي كيكون ناتج على داك التزاوج تتسمى امباطاغ، كلب بلدي ماشي سلاله باش نفهموا. دونك روتوايلر وبرجي برج مالينوا من كيتولدوا كيعطيو امباطاغ، البرجي برج مالينوا والبرجي المون الى تزوجوا كيعطيو امباطاغ. هادشي كنهضر لكم، امباطاغ هو كلب بلدي، كلب عادي. دونك هادشي كنهضروا بلينور داكوغ. علاش الانسان كيهجن؟ نقدروا نقولوا على جوج حوايج، تهجين تم على جوج حوايج، اما انه كيبحث على انه يفيكسي شي صفات معينه في واحد الكلب داك الهاجين، يعني مثلا كيفتش على ان الكلب يكون فيه واحد القوه كبيره دونك يبقى يهجن باش ياخذ كلب اللي فيه قوه كبيره، اولا كيكون كيهجن باش يخرج شي صفات معينه جديده. دونك اما باش يحافظ على شي حوايج ويطور منهم، اولا كيبحث كاريمون على حاجه جديده كيفتش على الجديد. هذا الى هضرنا على التهجين، دونك سهله. دابا غندوزو للبارتيه الثانيه اللي كنهضروا فيها على السلاله، وهنا كاينه الحريره. شنو هي السلاله؟ ماشي الا هجنتي كلب ا مع كلب بي راك جبتي سلاله جديده، لا داكوغ، حيت السلاله المفهوم ديالها حاجه اخرى. ودابا غادي نحاولوا نعطيو واحد تفسير علمي شنو هو السلاله. دونك التهجين ولا السلاله، باش تكون عندك سلاله كنهضروا بون، هو هاد القضيه شويه كومبليكي ولكن سمعوني مزيان. غناخذوا لادين، شنو هو لادين؟ لادين هو الحمض النووي ديال واحد الكلب. هذاك الحمض النووي ولا لادين مين مكون مجموعه ديال الكروموزوم، كل كروموزوم تقريبا فيه 2500 جين، وهاد لي جين كيكونوا اما دي جين ماترنيل يعني جايين من الام، او لا دي جين باترنيل يعني جايين من الاب. بوغ انفورماسيون، لو مال كيكون فيه لي جين اكس و يغ، ولا فيميل كيكونوا فيها جوج ديال لي اكس. دونك هنا بغيتكم تعرفوا بان الحمض النووي او لا لادين كيتكون من اربعه د الحاجات، من لادينين، من تيمين، من الجانين، ومن السيتوزين. وهادشي هذا كامل اللي كنقولنا هو مجموعه المعلومات كيدخل في واحد العلم سميتو علم الوراثه الحيوانيه، او كيتسمى بعلم الجينوم. دونك هنا كاين دي شيرشور دي الناس ديال لي لابوراتوار دي فيتيرينير كيقوموا بدي ريشيرش كبيره وكثيره باش انهم كيحاولوا يخرجوا واحد السلاله جديده. دونك باش تكون عندك سلاله جديده خصك تكون فيكسيتي لادين ديال داك الحيوان، كيداروا دي تيست، كيداروا دي زاناليز تحاليل، كيداروا تجارب في الواقع باش انهم يخرجوا ولا انهم بالضبط يفيكسيو داك لادين ديال الكلب. دونك لادين مين كيتفيكسا سافادير كتكون هادوك لي كروموزوم ولي جين تفيكساو، يعني انهم كيقدروا يتعاودوا، عاد كتقول وصلتي لسلاله جديده. وهنا غادي نعطيكم واحد المثال د واحد الكلب اللي مؤخرا عاد لقى واحد الشهره كبيره، وهو صراحه الله ماشي كلب جديد. غنعطيكم مثال ديال دوغو ارجنتينو او لو دوغ ارجنتان، تبعوا معايا وفهموني مزيان. دونك اول شخص اللي اكتشف دوغ ارجنتان هو انطونيو نوريس مارتينيز، وكان في سنه 1928 في الارجنتين.
جو بونس الى ما كذبس هو كان ان فيترينير. علاش اخترع هذا الكلب؟ حاجه واحده، اخترعوا باش يصاد به لي سونغليي ولي بوما، يعني الخنزير البري وحيوان البوما. دونك انطونيو نوريس مارتينيز كان كيفتش على واحد الكلب قوي باش يصاد به هاد جوج حيوانات. دونك قلنا بان اول كلب في 1928، يعني في هاد السنه هادي، كان انطونيو فيكسا لادين ديال الدوغ ارجنتين. ولكن من 1928 حتى 1964 عاد اعترفت له به لو سونترال كانان ارجنتين، عاد اعترفت بهذا الكلب اللي هو الدوغ ارجنتين. يعني سيد من 28 حتى 64 عاد اعترفت به. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، بان لو دوغ ارجنتين ماجي من سبعه ديال لي راس، هو لو كروزمون ديال سبعه ديال لي راس، اللي هو البول تيري والماتان دي بيرانيه، واحد لا راس سميتها بيرو دي كوردوبا ولا بيرو دي بيليا دي كوردوبا. ماجي من الدوغ المون، وماجي من البوينتر، وماجي من الدوغ دو بوردو. دونك سمحوا لي كاين سته د لي راس ماشي سبعه. دونك اللي بغيت نقول لكم بان سبعه سته لي راس اللي دخلوا في التشكيله ديال دوغ ارجنتين، راه واخا نعطيهم لك سيدي محمد ما غتقدرش تخرج دوغ ارجنتين. يعني اللي نجيب لك انا هاد الجره هادو بسته وغنعطيهم لك وغنقول لك خدم لي، راه ما غتقدرش تخدمو وما غتقدرش تخرج دوغ ارجنتين. علاش؟ لان التهجين كيمر بزاف د المراحل، ابار المسائل العلميه راه كيمكن لك تهجن. اما غتزوج كلب مع كلب، يعني كلب ا مع كلب ب غيعطيوك فراخ، وغتجيب كلب سي وكلب دي وغيعطيوك فراخ، وديك لي فراخ هما اللي غتزوجو. اما غادي تزوج كلب ا مع كلب ب وغيعطيوك دي شيو، وغادي تزوجو مع كلب سي وغيعطيوك جينيراسيون الرابعه. راه ماشي غير اجي وخرج سلاله جديده، راه المسائل هنا هي مسائل علميه، كيف ما قلنا بعلم الوراثه الحيوانيه، راه سي دي ريغيرش كيدارو، ما كاينش لو هازار، ما كاينش الزهر، ما كاينش واحد الراسه خرجت بالزهر، الزهر ما كانش. هنا كان العلم، كانت الناس قرات وعملت تحاليل وعملت تجارب وعملت دي زاناليز باش انهم قدروا يخرجوا كلب جديد. كيف ما قلنا الدوغ ارجنتين هو واحد الكلب اللي عامه ماشي قديم بزاف، دونك كلب جديد بالنسبه للحيوانات. غي هادشي هذا باش نوري لكم، ماشي اجي وهجن كلب، ماشي الا شديت انا الكلبه ديالي دابا ومشيت عند واحد الدري صاحبي عنده واحد المالينوا ولا عنده واحد البرجي المون وغنزوج وغيقول لي انا خرجت من دي خرج كلب جديد، لا لا ما يمكنش. هاد الهضره ما كتقالش، هذا كتسمى خرجت ان باطاغ وصافي. اي بوغ انفورماسيون، باش تعرف واحد القضيه مهمه، باش تقول عندك اون غاس خص لا اف سي اللي هي لا فيديراسيون سينولوجيك انترناسيونال لي المغرب تابع ليلا، خصها اكسبتي لك هاد لا راس وتاكسبتي الكومبوزيسيون جينيتيك ديالها. علاش؟ باش انها كتقدر تحدد لها ان ستوندار، ومي كنقولوا ان ستوندار كنقولوا العبارات الميتراج داكوغ. دونك الكلب خصو يكون فيه قد وقد العلو وكارو، قد وقد الوزن، الراس ديالو خصو يكون بهاد الفورما، الكولور ديالو خصها تكون بهاد الفورما، الودنين ديالو خصهم يكونوا بهاد الفورما، لو كور ديالو خصو يكون بهاد الفورما، السدر بهاد الفورما، لا كو ديالو الزنيطه كتكون بهاد الفورما. هادو هما العبارات. ف باش نختموا هاد القضيه هادي، دوغ ارجنتين هو واحد الكلب مهجن، ولكن الا جبنا فيميل دوغ ارجنتين ومال دوغ ارجنتين غادي يعطيونا دي شيو دوغ ارجنتين. داكوغ. اما انا الا جبرت ان بيرجي المون وزوجته مع واحد روتوايلر وعطاوني فراخ، عاود نعاود نفس القضيه، غنجوج واحد الكلب اخر مع واحد الكلب اخر بيرجي المون وغيعطيوني فراخ، هذوك الفراخ مين غنلاقيهم؟ ما غيعطيوني كلب سميتو حتى شي حاجه، ما يسميوهش لا راس ا اكس، لا ما يتسمى والو، يتسمى ان باطاغ كلب بلي. داكوغ. بوغ انفورماسيون، كاين حاليا في العالم كامل تقريبا
336 غاز اللي معترفة بها لا اف سي. دونك هما سي دي غاز اللي معترفين بهم. طبيعة الحال كاينين كلاب اخرين ما معترفاش بهم، ولكن نقدروا نقولوا كيبقاو اون غاز، مي لوجيكمون بارلون هادوك 336 هما لي راس اللي كاينين ديال الكلاب اللي عندهم ان ستاندار، اللي عندهم العبارات ديالهم، اللي عندهم القياسات ديالهم. بور لا لوجيك ديال لا اف سي تو سكي اور ديك 336 سي دي باطار. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون فهمكم وعاكم بالمعنى ديال تهجين والمعنى ديال السلاله، وفوقاش نقدر نخرج سلاله جديده. الا كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في الكومنتير، وانا خليت لكم راحه. السلام عليكم.